السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم. اتفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت شيخنا، كنت عايز أسأل عن الجاثوم أو ما يسمونه بشلل الحركة أثناء النوم، الأسباب والعلاج. والله هذا الجاثوم والذي يسميه المصريون الكابوس فله عدة أسباب، له عدة أسباب. فإذا كان من الشيطان فترقي نفسك وتذكر الله وتتعوذ بالمعوذات، بقوله الله واحد المعوذتين. وإذا أحيانا تكون له أسباب طبية تعالج فيها، وأحيانا تكون بسبب طريقة نوم خطأ، وأحيانا يكون بسبب الإرهاق. فللكابوس هذا عدة أسباب. الذي يعنينا في هذا المجلس، إذا كان من جراء شياطين ارق نفسك بالمعوذتين مع الدعاء أيضا. بارك الله فيك.